في مفاجأة غير متوقعة، الزعيم عادل إمام بيزور الفنان طلعت زكريا في لوكيشن تصوير حليم وأسطورة الشواطئ. كان الزعيم عادل إمام بيقوم بتصوير مسلسل عفاريت عدلي علام اللي هيشارك بيه في السباق الرمضاني اللي جاي في أحد بلاتوهات مدينة السينما. وبعد ما خلص تصوير خرج من البلاتو وركب كمان عربيته، وكان في تصوير في بلاتو مجاور ليه وكانت الأصوات عالية جدا. وقتها سأل الزعيم السواق الخاص بيه عن الفنانين اللي بيصوروا في البلاتو المجاور، وعرف إن الفنان طلعت زكريا هو اللي موجود مع باقي فريق العمل علشان بيصور حليم وأسطورة الشواطئ، فقرر انه ينزل من العربيه ويروح علشان يسلم عليه. وفعلا فاجئ الزعيم الحضور بوجوده اللي كان حريص على انه يسلم على طلعت زكريا وفريق العمل، وبعدها انصرف مباشره. حليم واسطوره الشواطئ هو من بطوله طلعت زكريا وريم البارودي ونرمين ماهر وبيمي فؤاد والراقصه دينا، وهو من تاليف محمد فضل ومن اخراج محمد سعيد. اما مسلسل عفاريت عدلي علام فهو بطوله الزعيم عادل امام وبتشاركه مي عمر، غاده عادل، وهلا صدقي، وكمال ابو ريا، وهو من تاليف يوسف معاطي واخراج رامي امام.